تقدم بجدار الانتصار 2-0. هذا منطق جدا انه يعاني في الشوط الثاني لانه السد يلعب الكره في الجول، والثالث الثالث العالمي، الهدف الثالث يسر عليه محمد صقر. جونينو بيرنامبوكانو، نعم هو من سدد. جونينو هو المعروف عالميا بهذه الضربات، سجل في كبار اوروبا وسجل في دوري الشامبيونز ليج وسجل في الفيلودروم، في جيرلان، في لوي دو، في جيفري جيشار، ولكن مش ممكن، مش معقول هدف يسعد للحارس محمد صقر. كم انت ضعيف يا صقر وكم انت رائع يا قاسم يا برهان. ايضا المباراه لعبت في مستوى حراس المرمى، هدف ثالث عالمي، كوره ممتازه جدا من جونينو، لكن نبقى ونقول صقر عنده دخل، عنده صقر دخل في الهدف الثالث. تمركزه كان غالط، مقابلته للكوره كان غالط، مقابلته للزائر الغريب للخطير المثير البرازيلي جونينو كان غالط.